جميع. اليوم معانا اخونا ابو احمد، كيف حالك ابو احمد؟ حياك الله. الله يحييك ويبقيك، الله يبارك لك في هذا المحل الجميل اللي الدخول له يجلب السعاده بجمال لقائك وجمال ابتسامتك وجمال ترحيلك وطيب نفسك وطيب روحك. الله يسعدك حبيب قلبي ابو احمد، جزاك الله خير على كلامك الطيب، يا رب يبارك فيك. امين امين. والله ابو احمد هذه الزياره كم يا ابو احمد لك للمحل؟ خامسه السادسه ما شاء الله بركاته. انا سعيد جدا ان لك تقبل للمحل هذا. لا لا له مش اكثر من التقبل، له اشتياق ابد. وان شاء الله بكره اعطيك افتح المحل تصير تداوم بعد ما عندي. حياك الله. الله يسلمك حبيب قلبي يا ابو سعود. طيب يا سعود، لو قلت لك رشح لنا ثلاث عطور يا ابو احمد، وش بترشح لنا؟ انا برشح ببدا ب ما شميت كل عطور في المحل. طبعا هذا الشيء الجميل انك تجي كل زياره تجرب شركات معينه. وانا اؤمن بان الواحد ثلاث مرات يمكن خمس مرات بعدين يفقد القدره على التمييز بشكل جيد، لذلك اللي جاي اسلم. يعني الواحد تنصح ابو احمد؟ انصح انك تركز في الشم ثلاث مرات، لا تستعجل، كل ما شميت كذا بشكل عشوائي راح تفقد الشم، راح تفقد القدره على التمييز، لذلك ركز انت وش تبي بالضبط وانت وش العطر اللي جاي عشانه. ما شاء الله. الا في حاله جاي عشان تتعرف على الروائح والعطور، والمحل هذا مدرسه. انا جيت تعرفت على اسماء جديده بالنسبه لي، مع اني من محبي عطور النيش، لكني وجدت اسماء، وجدت ثقافه، من متابعتك في الانستغرام كذلك استفدت كثيرا من متابعه الاخوان اللي انت ما شاء الله بتسالهم، فكانت مزيد من الثقافه والمعلومات بالنسبه لي. الله يشكر عليك. الله يجزاك الخير يا احمد على كلامك الجميل الصراحه. برشح اذا العود فمن هذه الشركه المرموقه الجديده، مع انها ما لها تاريخ عريق. متى بدات؟ 2016 ولا تقريبا 2016، اللي هي فرانكس ديبا، اسمها وايش اسمها؟ بيورعود. بيورعود لمحبي العود بطبيعته بجمال رائحته. بيورعود يعني هذا عشاق العود اللي جاي يقول انا بعود. يا سلام، هذا العود، هذا العود الجميل اللي قدم بطريقه ليست بالطريقه الفرنسيه اللي لطفوها كثير وصار العود مش العود اللي احنا نعرفه. هذه الشركه قدمت العود كما يجب ان يقدم العود للانف العربي. طبعا الشركه هذه ما شاء الله عليك ابو احمد عندها مزارع عود اصلا. هي يا سلام عندها مزارع عود، فتستخدم فتحصل دائما كلمه عود موجوده في عطورهم كلها. بيور عود، بيور لاكجري. فالبيور عود هم يفتخرون وقاعد يستخدمون عود طبيعي في عطورهم. جميل حبيب ابو احمد. اكد على هذه المعلومه، قدمت العود كما نحبه نحن. صح، العود العود مش العود بالطريقه الفرنسيه الملطفه اللي ذابت شخصيه العود معه. صادق. من الاسماء اللي ما اخذت حقها كذلك في العود من زرجوف اللي هو عود ستار جي ايش اسمه جي جاو جاو او جاو. يحب ابو احمد ايش اللي يحب رائحه العود ورائحه خشبيه كانه قاعد يتبخر، هذا العطر ارشح له. هذا العطر عطر انمالك شويه ابو احمد، هذا في نوته اللي انمالك. والله مش مزعجه ابدا، مش مزعجة ولا كان... هي ظاهرة، واللي طاغي ريحة العود والأخشاب أكثر من أن يكون رائحة الحيوانية المزعجة اللي غير مرغوبة. ما شاء الله عليك يا عبد الله يجزاك الخير. والثالث هذا بحمد. كعود ترى مش هذا. إيه طبعا ترشيحاتك واضح أنك كلها عود ومركزة على الناس اللي عشاق العود. الأول العود وأنا رشحت هنا هذا بس كثقافة. كثقافة الله يعطيك. اللي يحب عطور نيش كسرت المألوف في عطور النيش من ناحية التخطير من ناحية الشغل. برانتيكوف بعطورها بما قدمتها من عطور، ولك ان تشوف الجوز اللي داخل العصير العطري. يعني لما يجيك عطر بهذا اللون الله. يا ترى ما هو المحتوى يا لكن تظلم هذه الشركه اذا حكمت من اول شمه، تظلمها اذا شميت الافتتاحيه فقط. هذه الشركه ابو احمد عجبتني عجبتني مرة، هذه حقيقة. يا ترى ما هو المحتوى؟ أيه. يا ترى إذا هذا اللون ما هو المحتوى؟ ما شاء الله والله جميل. صح. إيش التقطير اللي وصلنا لهذا المحتوى؟ صحيح. هذا مش لون، هذا محتوى. صحيح، محتوى متعوب عليه، محتوى ليس لون فقط. لذلك هذه تعطيها حقها من أنك تشمها. طبعا شريت هذا أبو أحمد صح؟ نعم شريت هذا. كيف أداء معك كان؟ والله رائحة كريمية عجيبة، تميل كأنها تبغى، علما أنها مش من محتوياتها تبغى. انا من الاشخاص اللي ما احب رائحه التب، الا انها تعطيك رائحه جميله، رائحه رجوليه، رائحه عشبيه، رائحه كانك في غابه طينيه، لكن رائحه جميله تبعث على السعاده.
فيها حنين الى ذكريات انت مش متذكرها بالضبط. وين مر علي هذا الراحل؟ ماني متذكر الا ان ايش قلت ابو احمد بس اخر كلمتين قلتها من ذا العطر. هذا العطر ينقلك الى ذكريات، الى سفر، الى كانك في احد الغابات اللي مريت عليها في احد رحلاتك وتوقفت وانسرش. طبعا مليان رم هذا ابو احمد. انشقت عبير اشجار سبحان الله، رائحه الطين بعد هطول مطر ما شاء الله، يعني كل له انطباعات. بعض العطور صحيح صعب ان نتفق عليها اكثر من شخص. اكيد كل له انطباعات. هذا ترشيحك الثاني ابو احمد. هذا الذكريات. الترشيح الثاني زفيره. زنفير من شركة رنتي كروب. ورد على صندل. الورد على الصندل حقيقة حنا استهلك العود مع الورد. صحيح. هذه الشركة رنتي كروب قدمت الورد مع الصندل وقدمته في أجمل حلة. الله أجمل. أنا أهنيك أبو أحمد. يعني حتى هذا لو شميته أبو أحمد. نعم. تحصله. هذا الرائحة. شو ما نسمع عود. العود صح. عود وكلون يعني ترى ما. مخفف يعني. يعني كيف يفتتح معك بريحة سترسية. نعم. وينتقل فيك بعد 4 ساعات انت يعني انت الحين قاعد تشمه تقول لي سويت العطر سترسي. اي نعم. طبعا بعد يمكن 3 ساعات 4 ساعات يبدا يعطيك نكهه العود الخافته يعني بارده. يا سلام. صراحه من يعني العطر هذا انا ما واضح انك يا ابو احمد تحب الارت. طبعا سالتني برضو عن الحلوين هذين. نعم. تحب البراندات الارت اللي هي الغريبه. مصممه العطور اللي هي فرانشيسكا بيكاني. ايوه مظبوط كذا. بيانشي. ايه قدمت مجموعة من العطور قدمتها بطريقة المدرسة القديمة مع تحديثات جميلة. عطور فيها اللمسة الكلاسيكية، واضح المدرسة الكلاسيكية، لكن لها خط عطري الدي ان اي موجود في كل عطورها مع تفاوت المكونات والروائح. المكونات في الروائح قدمت حقيقة عطر تركيز عالي صحنا 30 ملي خفيف المحمل. يا سلام. خفيف المحمل مع جمال في الرائحة. الله. لكن من يقدر. الله يسلام. هذه العطور تعطيها وقت. هذه العطور أكيد. تقول هذه العطور دائما اللي هي الارت. نعم. لا تعتمد على الافتتاحية. عطها وقتها ها الجمال مش دائما يظهر على طول. صحيح. الجمال الرائع يحتاج إلى من يقدره، يحتاج إلى من يتنفسه، يحتاج إلى من ينظر ويعطيه مزيد من الوقت، وإلا لن يتكشف لأي أحد. ما شاء الله. الله يجزاك الخير يا ابو احمد. طبعا دامك حبيت فرانسيسكا وبرتنكوف استرينجر، وش انطباعك عنها حاليا؟ اتوقع انك انت ما جربتها. ان هي اي الاسترينجر هذه كلها تايلنديه ايضا استرينجر. هذه جابت المدرسه القديمه بجوده المكونات وقدمتها بطريقه لم تخشى احدا. ممكن تشم رائحه حيوانيه شديده بس عطها وقت. ممكن تشم في بعض مكوناتها شعر ماعز لكن عطها وقت راح تجيك رائحه مسكيه جميله. لا تظلم. هذه ليست للي يجي يبي يلف على العطور بسرعه حتى يغير. لا لا هذا اللي يبي يدرس استكنان. ايوه اللي يبي يدرس العطور. هذه اللي بيدرس العطور يدرس العطور وياخذ وقته معاها راح يشم عطر. صح. راح يشم عطر اقرب الى الطيب. انا شايف مش العطور الفرنسيه اللي الخفيفه اللي روائح اللي المألوفه اللي احنا لا هذه خارج المألوف. ابو احمد ترى كلامك خارج المألوف. كلامك انا مره استهواني صراحه. ما شاء الله بارك الله. يعني شرحك صراحه من اقوى الناس اللي دخلت المحل وشرحت العطور بطريقه جميله جدا. وانا منك استفيد. انا والله منك بستفيد. افكر خليك تبيع بدالي في المحل. الله يجزاك الخير يا ابو احمد. هو دوي ما شاء الله عليه. ما شاء الله عليه. دائما يشعر ويحس بالشيء اللي قاعد يقدمه. يعني حتى شوف حب دارنج مثلا. حتى دارنج حبيته صح؟ دارنج عطر فخم لا يختلف عليه اثنان. في عطور معقدة تعجبني يمكن ما تعجبك، تعجب فلان ما تعجب. دارنج يعجب الجميع ويرضي الجميع. صعب تحديد جنسه. هو مناسب جدا للجنسين حقيقة. الشركة هذه قدمت عطور بذوق. بوديسا. اسلم ابو احمد. بالنسبة لبوديسا شركة انجليزية دخلت عالم العطور بشكل حديث ليست عريقة. احنا نعرف من الشركات الانجليزية مثل كريد مثل كليف كريستيان هذه الشركات العتيقة القديمة اللي نعرفها واللي لها تاريخ. ظهرت بوديسا ووضعت لها موطئ قدم في عالم العطور وبقوة. مكونات قوية، عطور قوية، عطور قوية جدا ليست عطور هادئة. محبي الفواحان محبي الثبات بوديسا. بالنسبة لنا أنا أحب وشميت من عطورها دسمان. حقيقة دسمان تحبه؟ هو أقرب للطيب.
ما شاء الله. إيه زعفران وعود طبعا وورد. رايح تطيب صلاة جمعة، رايح مناسبة رسمية والعطر تبي يكون جميل فعلا. ثبات فوحان الله يجزاك الخير يا ابو احمد، وما قصرت حبيب قلبي، شرفتني والله. لي الشرف، وانا شرف لنا حبيب قلبي. استفيد ودائما استلهم من مجيء هذا. استلهم، انا دائما استلهم مزيد من المعرفه بالعطور، لان عالم النيش عالم لا يتوقف، وهناك دور كثير، دور جديده تاتي تغير المعادله، ويعني تجبر الكبار ان يلتفتوا لها. صحيح. وليست هذه الدار التايلنديه عند ذلك ببعيد أبداً. وليست دار برنتيكوف اللي جديدة تعتبر في عالم جدا عن صح. هذا المجال لبعيد أجبرت الكبار وضعت لها بصمة قدم وبصمة وبقوة. هذا المحل ثقافة ومحلنا كلنا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن آمين. وياك أبو أحمد الله يجزاك الخير يا رب، يبارك فيك ويرزقك من وازع فضله، وجزاك الله خير. حنا اللي مكسب لنا جيتنا لهذا المكان حبيب قلب، الله يسعدك يبارك فيك، جزاك الخير. هلا وسهلا، شرفتني اليوم إن شاء الله.